هو نشاط ترفيهي يعني، بطلع الأطفال من حالة الحرب وببعث رسالة للعالم أجمع الوضع الحالي بسوريا. ولا تحلم فقد أوصل أشقاؤنا أبوابهم وأقفلوا نوافذهم كي لا يسمعوا صوتنا. الاحتفالية اسمها السلام من أجل سوريا وما أجمل السلام، وبعنوانها العريض أطفالنا قصيدة أمل. هذه احتفالية شراكة جميلة تجمع ما بين الآفاد التركية، منظمة سار وفريق السعادة الطوعي بالتعاون مع فريق حماية الطفل 183 إحسان. احتفالية تشمل أربع مناطق رئيسية في عفرين: عفرين، جندرس، راجو، شران. اليوم الأول كان في جندرس بإذن الله تعالى، وسيليه يوم السبت المقبل إن شاء الله خاص بأطفال جندرس. الاحتفالية تقام برعاية معالي السيد والي عفرين ومعالي السيد والي جندرس. سينتقل الاحتفال والذي يستمر لثمانية أيام من جندرس إلى ناحية راجو وشران شمال عفرين، لينقل معه الفعاليات الثقافية والفنية علها ترسم على وجوه الأطفال بسمة وتزرع في قلوبهم قليلا من الفرح. هريطاتين تلفزيون سوريا، مدينة جندرس جنوب عفرين من ريف حلب الشمالي.